إلهام أبارو، مديرة مسرح ملكي بمراكش. طبعا في إطار تنظيمنا أو تنظيم المجلس الجماعي لمدينة مراكش للمهرجان المسرح الملكي الدولي للكوميديا، نظمنا الدورتين الأولى والثانية. في إطار الدورة الثالثة نحن مقبلين على تنظيم يعني البرنامج. في هذا البرنامج أو قبل تنظيم هذا البرنامج قمنا بإخبار وإعلان عن تنظيم اختيار مواهب كوميديا دي زوموريست للحصول يعني على هذه المواهب ومشاركتها بالمهرجان. للأسف لم نتمكن بعد من العدد يعني الكافي، بل نتلقى عروض من مدن مختلف، مدن الدار البيضاء، فاس، الرباط، تطوان، طنجة، الصويرة، خريبقة وغيرها. مراكش للأسف ما زلنا نبحث وفي انتظار تسجيل الأسماء المطلوبة بمدينة مراكش. سنقوم بتحديد يوم لهذا الكاستينج أو مسألة اختيار هذه المواهب. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.